الالتحاق ديالي بجامعة الدراجات كوني أن أول مرة كنت من المتسابقين عهد المرحوم سير قورش الله يرحمه عبد الرحمن فراق والإخوان اللي طول عمرهم السيد ريس المحاني اللي موجود معنا. إذن أنا لاحظت الحمد لله هذه الأنشطة اللي كتقوم بها الجامعة الدراجات وعلى رأسها الأستاذ بالماحي. شفت كاين واحد المكتب جامعي ما شاء الله، يعني رغم الإمكانيات اللي متواضعة كيديروا إنجازات على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وهذا هو اللي حفزني أكثر. أنا من عشاق الدراجات، الآن كنمارس الدراجة مع واحد العدد المجموعات، منها مجموعة مسيرة سيكلو مسيرة اللي كنديروا خرجات عبر المغرب، اللي كان نطلقوا عليها الاسم الكلاسيك هي مراكش الدار البيضاء الخميسات الدار البيضاء المهدية قنيطرة إلى آخره. وأنا بصراحة كنتمنى أن نساهمت أنا ولو بجزء بسيط وتكون واحد القيمة مضافة لهذا المكتب الجامعي اللي كان نحترمه وكنقدره، فيه أشخاص الحمد لله اللي كيحبوا هاد المهنة كيحبوا هاد الدراجة وسهرانين. وأنا هاد تقريبا 6 شهور أو 7 شهور اللي كان نحضر معهم اجتماعات لاحظت شنو الكفاءة ديالهم ولاحظت يعني المثابرة ديالهم، ودليل لهاد طواف المغرب 33. نتمنى وهذا أكيد إن شاء الله غادي يكون ناجح. هذا راه ماشي سهل، راه عمل يعني صعيب، عمل كبير وكيطلب واحد المجهود كبير وكيطلب يعني تواجد المجموعة ككل، وإن شاء الله الانطلاقة غادي تكون من العيون كما ذكروا لها. نتمنى الوصول حتى هو يكون في أحسن الظروف. كما عرفتوا اليوم في هاد الندوة الصحفية فطواف المغرب إن شاء الله غادي ينطلق من مدينة العيون من الأقاليم الصحراوية ديالنا إن شاء الله، وغادي يمر بـ8 الجهات. كانت الجهة الأولى هي الساقية العيون الساقية الحمراء، واد نون، سوس ماسة، مراكش أسفي، خريبكة بني ملال، خنيفرة، فاس مكناس، الدار البيضاء، قنيطرة سلا، ومدينة الدار البيضاء. فالطواف غادي يمر على تقريبا واحد ما يفوق 200 جماعة حضرية وقروية، وغادي يعرف مشاركة ديال عدد الدول اللي من أوروبا من آسيا من إفريقيا من أمريكا، فغادي يعرف تقريبا 18 فريق أجنبي وثلاث فرق مغربية. والطواف غادي يعرف المجموع ديالو الكوكب اللي غتكون في الطواف، يعني 350 فرد اللي غتكون في الطواف. فإن شاء الله كنتمنوا الطواف غادي يدور في ظروف جيدة إن شاء الله. طواف المغرب هذه السنة يعني كيمتاز بعدة مزايا، وهو أنه غادي يشاركوا فيه متسابقين وأندية عريقة من جميع القارات الخمس. البداية غتكون مدينة العيون، هذه المدينة اللي متعطشة رياضة سباق الدراجات، مرورا بعدة مدن صحراوية منها طرفايا، منها سيدي إفني، منها تيزنيت، منها قلميم. فلهذا يعني المناطق الصحراوية غادي تنتعش بهذه الرياضة في المستقبل، وهناك أندية يعني اللي كتعطي أبطال منهم خافي اللي غادي يكون في المنتخب الوطني مدينة قلميم. الطواف يعني فيه مسار جيد، فيه عدة منحدرات، عدة مرتفعات، عدة مراحل فيها الرياح الجانبية اللي غتأثر على المتسابقين. فلهذا كنظن بأن النهاية في مدينة بوسكورة غادي تكون نهاية جد حاسمة، وخاصة بأن المشاركين يعني أبطال من العيار الثقيل من جميع القارات. وكنتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخبات الوطنية اللي غادي يشاركوا في هذا الطواف.